انتش علمتش هالحكي هذا؟ منو قال لك هالكلام؟ متحكين ردي على ابوك. يبا انا بروحي عرفت، ما حد قال لي شيء. وانا احب اقول لك بعد ان سالفه البيت هذا شيء يخصني انا ما عمك. الصغار ما يدخلون شغل كبار، فهمتي؟ يبا ايش فيك؟ هذا مو بيتنا احنا نفس ما هو بيتك؟ امبلا بيتنا مثل ما هو بيت ابوي وانا بعد ورثته منه. اي بس يبا هذا مو بيتك، هذا بيت عمي فيصل وبيت عمتي ضياء بعد. تعالي هني، انت ما تستعين على وجهك، شلون تحكين ابوك كذي؟ اي ما انا ما قلت شيء غلط، قلت الصدق. ايش فيكم؟ خليها خليها على راحتها. وحين انت حضرتك جايبه من فير الله عشان تقولي لها الكلمتين قبل اروح الدوام؟ ما في صبر تنطرين؟ انا بعرف شيء واحد، منو خاصمك على هالحكي هذا؟ بثينة بنت عمك مو كذي؟ لا يبا لا، بثينة ما لها شغل بالموضوع. عيل منو؟ تعالي خليها، تعالي وين رايحه؟ اقول لك خليها يا فاطمه. لا لا خلاص، هذه فيها شيء مو مضبوطه. خلاص يا فاطمه، انا عرفت الغمن ده عدل. يا ربي ايش فيها هالبنيه؟ صار لها مدة مو مضبوطه، ما ادري ايش فيها. يا يشوف عمي انا شنو يعني ما يصير؟ لو سألني أنا كان قلت لك إذا كان موجود ولا لا. شنو أنت الحين؟ شفيك؟ سوي معي تحقيق؟ سيف شفيك؟ ترى أنت متغير، أحس تحت راسك في شيء. أنا متغير؟ متغير ليش نية بيتكم؟ إي أنت متغير، كل ما أكلمك تحقرني. قبل كنت تقول لي كل شيء، والحين حتى لما أحاجيك في بيبي ما ترد علي. والله كل شوي مغير صورك، مرة حاط صورك ما أدري وين، مرة بالنادي. انت قاعد تغير صورك لان البنات اللي عندك باللستة يشوفونك كل شوي مغير، صح؟ يلا 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 سلام يلا. سيف لا ماشي تذكر الخط بوي. ها انا حلمك سيفو. مريمو ها ايش تبين؟ بثينو بنت عمي فيصل تبيك، ناطرتك برا. ألف ألف مبروك حياتي. الله يبارك فيه. عاد صدق فرحت لك وايد. بعد عمري. عاد أنتي وينك؟ كلها مختفية ما نشوفك. أم بنتي من متى؟ والله أنا وايد ولهانة عليك. ويت يا المزعجة يت. وحشتيني أنتي وين؟ أنتي أكثر والله وايد ولهانة عليكم. هذه سوالفك صح، كلها تغطين وتردين محلوة أكثر من قبل. أعترف إيش مسوية؟ بلشنا الأيارة. عاد أنتوا اللي صايرين إيش حالاتكم تهبلون؟ الولهان يسأل بس انتي كبر راسك. بدت ام لسان، منو يقدر لها هذه الحين؟ يا بنية كان عندي ألف شغلة وشغلة، كافي امتحانات هالكور زي ما طلع لي منهم قرون. انزلوا بشري يعني الحمد لله، في كم مادة عديتهم بس في مواد للحين ما طلعوا. انزين قولي لي انتي سويتي؟ بدشين جامعة؟ انطمي لا بالمخدة على وجهك. لا أنا مو قد الجامعة، أنا ليه المدرسة وفرصة سعيدة. إنزين ليش ما تدشين معهد بسنتين؟ هذا على الأقل تخرجين ويكون عندك شهادة. معهد بسنتين هذه زين منها تحمل يومين صدقك أنتي؟ يا ربي أنا ما أدري بنات عمي على منو طالعين، إيش فيكم صايرين ما تحبون الدراسة؟ حتى خالتكم قاعد تكمل دراستها. كلام مريمو مع أبوها ما أثر فيه. مريمو؟ يبا أنا شفت بنات أغبية بس مثل مريومو كذيك مخها وباردة عمري ما شفت، ما تعرف التصرف كلش. عيل خلنا تولي وسوي اللي بقولك عليه ونفذه بالحرف الواحد، لا تنقص ولا تزيد. حاضر. بس شنو؟ كلها أيام وتخلص الامتحانات وبيت عمك بيشغلون مع نتائج ينطرونها تطلع. راقب لي البيت عدل هالأيام هذه. من تصيدهم على يوم طالعين دش ودور لي ورقة البيت. أي بيت؟ بيت عمي شهاب؟ عليك نور. الورقة اللي تقول إن البيت تسجل باسم عمك شهاب دورها وجيبها. يبا من صدقك؟ زين شلون أدش؟ لا تقول بعد طق الطوفة. لا يا الخبل، دق الجرس ودش.
أكيد بيخلون الخدامة في البيت، ومو معقولة بعد بياخذونها معاهم. زين يبا بعد هم مو معقولة إذا بيطلعون من البيت كلهم بيطلعون مرة واحدة، إذا دشيت أكيد بلقى أحد. واحد اثنين أبرك من كلهم متودين بالبيت وما تقدر تسوي شيء. دش وسوي اللي تقدر عليه علشان تطلع بهالورقة ويبه. منو؟ أنا سيف. سيف؟ هلا يمه. هلا خالتي. هلا والله. شلونك؟ خير الحمد لله. حي الله من يانا. الله يبارك. سلم عمرك. شلونك؟ شلون ابوك؟ خيتك؟ الحمد لله كلهم بخير. الله يسلمك. تفضل يمه حياك. لا 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 ما له داعي خالتي. ايش دعوه؟ انت من غريب. تعال تعال على الاقل تشرب كلاس ماي ابن الحلال. تعال. لا عمي وينه؟ كنا مو هني. ايوه علي عمك طلع من الصبح راح يشوف النتائج. طلع هو العيال خبرك اليوم نتائج الثانويه. ولو تشوفه وعلي مش تطل المعجنات والكيك وحالته حاله. الله يكون بعونه والله. ان شاء الله عاد النتائج تطلع خير ان شاء الله. الله يوفقهم ان شاء الله. امين امين يا يمه. الله يسمع منك. ها شنو تشرب؟ لا دام عمي مو هني انا استاذن اي لوقت. ايش دعوه عمك مو هني؟ انا هني خالتك هني. يلا قولي ايش تشرب ولا تبي بارد؟ لا لا شاي شاي. شاي ولا بارد؟ لا شاي. خلاص الحين اجيب لك. تستريح يمه. We'll be right back.